هذه الاصيله معروفه بهذا الكوكاو هذا، اشنو واش يتسمى لنا في اصيله ولا في شي منطقه مجاوره؟ لا المنطقه ديال اصيله بالضبط، مجاوره اصيله هي اللي في هذا البيانه صافي، ما كاينش شي بلاصه اخرى صافي. كاينه شي منطقه كيقولوا بالقنيطره، والله ما حقا قلت القنيطره شويه ماشي بحال ديال اصيله بوحديته. والكوكاو الاخر هذاك الاحمر فين تيدار؟ الكوكاو الاحمر الصغير ولا الصغير؟ المنطقه ديال العرايش، منطقه العرايش نعم. وشكون احسن، واش الكوكاو ديالكم ولا الكوكاو ديال؟ لا الكوكاو الاصيله، الكوكاو الاصيله خير من العرايش. الكوكاو الاصيله خير من العرايش، الديد ديالو الديد حيت ديالنا ما كيمشي السقا ديالهم، هما ديال السقا شويه كيجي. شحال الثمن تقريبا ديال الكوكاو؟ حنا اصيله كنعملوا 30 درهم للكيلو، وكان عندو 5 درهم 10 20 30 كل واحد شنو بغى على حسب الكليان. وكاين راهو شويه بارك الله، الحمد لله الحمد لله بارك الله كاين الحمد لله. ما تاثرتوش بهاد كورونا اللي كان؟ تاثرنا يا اخي تاثرنا، كنا سادين دائما، كنا سادين ما كاينش المفتوح، كتخدم جوج سوايع ثلاثه سوايع ما كافياش بنادم، ما كاينش كاين شي بنادم ما كايناش في اصيله، بنادم ما بقاش كيدخل لان كلشي مزير. تحس براسك مرتاح لنا في اصيله؟ شويه شويه، المهم بنادم غادي بارك الله وصافي.